يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا حمار اسمه عفير كما هو معلوم. اسمه إيه؟ عفير. عفير؟ عفير أو عفير. الحمار حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بدون ضرب اليد على الكتف. قال أن جدي ركب مع نوح في السفينة فربت نوح على كتف الحمار وقال سيخرج من صلبك حمار يركبه خير البشر. تصور، سند حمار عن حمار عن حمار.